والآن مع كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السيد عمرو الفقي، فليتفضل. مساء الخير جميعا. أولا أنا بشكر معالي الوزير على تشريفه لنا هنا النهاردة، وبشكر سادة سفراء الدول الأجنبية، وبشكر زملائي من جميع الصحف سواء جوه مصر أو من برا مصر. الحقيقة فكرة المهرجان كلها كانت قايمة على حاجتين، كانت قايمة على الترويج السياحي للعالمين والاستثمار في العالمين. والنهاردة بتشريف معالي الوزير الحقيقة يعني احنا حسينا، وبانه بيقول انه في 104 جنسية جات السنة دي، فاحنا حسينا ان المواضيع ابتدت تؤتي ثمارها بالنسبة لنا. فشكرا لمعاليك، وان شاء الله المهرجان انا بوعدك ان كل سنة هيتطور عن التانية. احنا السنة اللي فاتت كنا شغالين بشكل معين، السنة دي شغالين بشكل مختلف، السنة الجاية ان شاء الله هنهتم اكتر كمان بان احنا يبقى عندنا انترناشنال ستارز، يبقى عندنا السنة دي كان عندنا ستارز عرب كتير، السنة الجاية ان شاء الله هيبقى من اوروبا ومن امريكا كمان، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. شكرا معالي الوزير.